اليوم اجتماع ربعي، اجتماع الأصدقاء، فمتفقين إنه نسوي لحم بفرن المندي يقعد 4 ساعات 5 ساعات. أنا بخليه على نار هادية، عندي هنا فخذ وعندي هنا ضلوع، هذا زيت زيتون، فلفل أسود، وبابريكا مدخن، وآخر شيء ملح. والجهة الثانية نفس التتبيلة، غيرنا ورق الزبدة عشان ما يكون في دم أو شيء، وبصف بطاطس. أبرجع اللحم وبشرحه تشريحات بسيطة عشان أتأكد إنه يستوي تماما، زي كذا بس. وهذا ثوم، طبعا دائما اللحوم الحمراء تحب العطريات، فبضيف ورق زعتر وورق إكليل الجبل، نعطيها بس شوي زيت زيتون آخر شيء، ورق زبدة وقصدير. قبل ما اقفل باب المندي، هذا قدر فيه مويه، بحطه تحت هنا بحيث انه بخار المويه يخلي اللحم رطبه، ما تكون ناشفه، لاني بخليها وقت طويل. فاشوفها اضافه ممتازه. والحراره ما بين 120 الى 150. الغطاء هذا ما يتقفل اذا النار شغاله، لانه اذا قفلت الغطاء النار طفت، فبيكون بس غاز، فخطر مره. اذا النار شغاله ابعد هذا بعيد، إذا طفيت النار قفله ما يخالف. تم الآن تقريبا ساعتين الروائح بالحوش، كلام كبير. نسوي الرز، أول شيء زيت زيتون، فلفل أبيض، هذا رز مزة مغسول، تمنيت أنه بشاور بس يلا. بسم الله، اوزن ملحك وقفل عليه وخلى النار شمعة. انا احب احط الكشنة الحين. قرب قرب قرب. بسم الله بسم الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلنا نطلعه ونوريكم. اتوقع لازم الناس قرب قرب. نلقط الثوم، مفرحات بسيطة.